الدكتور اشرف صبحي، قلت انا عايز اعمل معسكرات هناك. المعسكرات ان انا اروح اتمرن مع واحد اسمه جيمس وولستروب، وولستروب ده كان نمره واحد قبل كده على العالم هناك، اتمرن معاه، ابتدي اسيس الدنيا في هناك انجلترا ولا فين؟ في انجلترا، تمام، ابتدي اسيس الدنيا هناك، حتى لو عندي انا اخطاء اعدلها هناك برضو مع رئيس لجنه وده حقك. رئيس لجنه التحكيم، اروح اعدل الحاجات دي. بس عايز معسكرات، معسكرات طبعا مكلفه جدا، صعبه جدا، مش هقدر ان انا اروح اريسك في حاجه زي كده من عندنا. لازم يكون في دعم، بالظبط ده دعم، مش عايز فلوس، عايز عداد. بالظبط كده. فانا قلت ان انا لازم اروح اقعد عندهم، مش معنى ان انا اروح اقعد عندهم معنى ان انا هتجنس ولا اسعى كده، لا لا طبعا، لا، معنى ان انا انت بس بتقول عايز، انا عايز العب، بالظبط انا عايز وهم لا، اتمرن. وهو اللي على فكره لو هيتجنسوا هم هيجيبوك انت، يعني هم اللي هيقول لك تعالى، بالظبط هم اللي هيدوك الدعوه، انما انت عايز تروح من خلال دعم بالظبط. من الاتحاد مثلا. وحتى بطوله تتعمل، يعني انا قلت اقترحت برضو ان هي بطوله تتعمل على حس مثلا ايه فيها سنه مصطفى فيها بتاع، عشان نبتدي يبقى ليك ظهر شويه. مفيش، ايه تاني غير ان انت تتعدي فنيا كويس؟ مش شايف تعدي فنيا كويس، وهي البطوله اللي تتعمل دي مثلا كل سنه، انا هبقى تمام، انا مش فارق معايا حاجه، الحمد لله كله، يعني يكفيني الجمهور اللي بالملايين ده اللي في ظهري، ويكفيني ان انا يعني بنتمي لمصر والنادي الاهلي، انا مش عايز حاجه تانية. بس انا عايز يسيبوني في عايز حالي، دعم فني. يعني انا عايز العب في حالي. انا عمري، انا بقالي سنتين ثلاثه ما فكرتش في خطه ماتش. يعني انت كل مجهودك اللي بتعمله والمركز ك ك ك ك ك ك تصدرت التصنيف العالمي، كل ده بمجهود شخصي بمدربينك واللي بيوفرهم لك النادي الاهلي والملاعب اللي بيوفرها لك النادي الاهلي، بس ما فيش اي دعم من اي حته تانية. مش اي حاجه تاني، مش اي حاجه تاني. انا بقول لحضرتك حتى البطولات اللي بتروحها بتروحها يا اما دعوه من بي اس ايه، يا اما على حسابك، يعني ما فيش دعم بيحصل. لا، في دعم طبعا، من في دعم بس مش طبعا، كافي. في دعم بيحصل عندي، السبونسر بتاعي حديد عز، السبونسر بتاعي موجود وبتاع، بس الفتره لا، اللي مش بتكلمش على سبونسر، انا بتكلم على الدعم الفني، ان هو يتوفر لك. لا الدعم الفني لا، ما فيش، انت اللي مش شايل نفسك فنيا. الدعم الفني، الدعم الفني لا، بس انا بتكلم الدعم الفني الخارجي عشان انا قصدي تحاول، معسكرات خارجيه، ما انا عشان بتكلم، تحاول بتكلم كده. تسيطر. لكن الدنيا مش احسن حاجه، يعني عايز اسيس الدنيا شويه ممكن من ناحيتي، بس الموضوع متقفل من كل الاتجاهات ومهدد بالايقاف طول الوقت. وعلى طول. لا حضرتك مش عارف البطوله الجايه هتلعبها ولا لا، يعني طب اقول لحضرتك على حاجه تاني، وقف اللي حصل ده، كنت انا رقم واحد على العالم بلعب بطوله انجلترا، فانا كنت هناك وقاعد مع اصحابي عادي جدا جدا، ورايحين اليوم اللي بعديه رايحين البطوله، خلاص قاعد مع اصحابي انجلترا. ورايحين البطوله، رايحين فندق البطوله وهنقعد بقى خلاص، يعني خلاص البطوله بتبتدي بكره الادوار التمهيديه، وبعد كده هنخش بقى من بعد بكره يعني. نعم. مره واحده سمعت لقيت اللي تحت السي او بيقول لي ان انا هتوقف. ايه ده؟ ده كده ده الوقف اللي هو اخر واحد. توقف ايه؟ اسمي ما اتشالش حتى من 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 الدرو. الدرو. بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ اه زي ما بقول لك كده. قلت له طب انا المفروض يعني ده بيبلغوك كده اورال يعني، المفروض اقعد في انجلترا ولا ترجع ولا ولا اسافر تعمل ولا ايه؟ اعمل ايه؟ قال لي as you like.